يعني بنعمل مقارنة بما هو تم الاتفاق عليه الاجتماع الماضي اللي كان في نيويورك بشهر 9، وقبلها كان في أوروبا. بنقارن إيش اتفقنا وإيش طلبنا من الطرف الإسرائيلي يلتزم فيه وشو ما التزمش فيه، فهي مناسبة للمتابعة ومناسبة للمحاسبة. يعني وضحنا وجهة نظرنا، أعطينا فكرة على استراتيجياتنا العمل، وأعطينا فكرة أيضا على تصوراتنا على المواقف الإسرائيلية مستقبلا. هلأ يعني بما أنه ليس لدينا سيطرة على الحدود، بما أنه ليس لنا حرية الحركة، بما أنه ليس لنا حرية الاستثمار في معظم أراضينا، بما أنه حرمينا من الدخول للقدس الشرقية، طبعا نحن بنستمر تحت الضغوطات الاقتصادية الإسرائيلية والهيمنة الاقتصادية والاستغلال الاقتصادي الإسرائيلي، ولكن علينا ما نفقدش الأمل ونضلنا نحاول. عم نحسن الوضع، في شوية تحسين للوضع، لذلك مؤتمرات واجتماعات مثل النوع مثل اليوم بتحط ضغوطات على الإسرائيليين أنه يتجاوبوا معنا أكثر.